السلام عليكم. ارحب. عافيك. مرحبا. وش حالك؟ الله حي. شلونك؟ الله يعافيك. ساك طيب؟ وش علومك؟ شلونك؟ ساك طيب؟ وينك؟ لا تتصل، لا تسير. والله يا طويل العمر والسلامة أشغال الدنيا. في شيء علمني، في شيء في خاطر شيء. والله يا طويل العمر والسلامة ما في خاطر شيء، لكن مثل ما تقول أنا رجال يا طويل العمر والسلامة ضاقت بذا الدنيا. أفا؟ إي والله. عندي أخ أكبر مني. شي؟ والله إني أعزه وأقدره وأحترمه وبيني وبينه ما يلزم. ولكن هو الله يستر عليه شادن شوي. ولا هو معطيني بال ولا معطيني وجه. كل ما جيته وبلغته بالشيء ذا قال انا اخوك الكبير اللي اقوله تسوي. هذا الشيء انت تعرف انه غلط. يضايقك حق؟ يضايقني جدا، حتى امام الناس امام المجتمع. وبيني بينك صعبه انك تقدر ترد اخوك الكبير او تتكلم عليه قدام الناس. هذا مما ينزل من قيمتك كشخص. انت بينت له الشيء هذا؟ اقول لك كلمته، لكن عندنا مثل اهل الجنوب يقول خطط فيما وقبص في حيط. تبي نصيحتي لك؟ ما في فايدة. تبي نصيحتي لك؟ سلام. نصيحتي لك ان اللحم ما يطلع من الظفر. والظفر ما يطلع من اللحم. انت مالك الا اخوك يزعلك يحقرك يذمك يضربك يسوي اللي يسوي اخوك وتخضع له. انت اكبر او اصغر تخضع له؟ لان شنو؟ لان تساوى القلوب. لانك اكثر البيوت لو تنظر بعينك البيوت اسرار. بس كم واحد عرفناه صار له اكثر من 5 سنين ما يسلم على اخوه؟ صح ولا لا؟ كلكم شفتوا الشيء هذا. فانا نصيحتي لك يا نواف تصبر وتراضي اخوك وتصبر على زعله وعلى كلامه وعلى جرحه. وما والطيب يروح ويعود طيب. لا تخلي اخوك. تكفى. شرب السعد. تكفى لا تخلي اخوك. شرب والله بس. تكفى. شرب السعد. طلبه. شرب السعد. ما عاد تزعل ولا عاد ازعل ولا شيء. الله يبيض وجهك على النصيحة. بيض الله وجهك. اللي دل بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. قرب عشان زين. زين. لبيه ثلاثة تفضلوا.